لكم تنويرا عن الواقع الصحي فيما يتعلق بجائحة كورونا في السودان خلال الأسابيع الماضية، عبر التقرير الفني الذي أعدته إدارة الوبائيات بوزارة الصحة، والذي خصصت له اللجنة في اجتماعها الأخير رقم 75 أول أمس جلسة كاملة وقفت فيه على الأحوال العامة للواقع الصحي فيما يلي الجائحة، من حيث الانتشار، من حيث عدد الإصابات، ومن حيث الوضع العام بالنسبة للوبائيات. وهو تقرير فني أعد بطريقة علمية وبتحليلات دقيقة. رأت اللجنة ضرورة إطلاع المواطنين الكرام على هذا التقرير وإشراكهم في المعلومة الصحيحة المتعلقة بواقع الواقع الراهن لهذه الجائحة في السودان، على خلفية ما اتخذ من تدابير سابقة وإجراءات لازمها تخفيف القيود والعودة التدريجية للعمل لبعض الأنشطة. وفي تقدير اللجنة أن المسؤولية هي مسؤولية تشاركية ما بين الدولة والمجتمع والسلطات الصحية، وبالتالي لا بد أن نتشارك جميعا في المعلومة وفي الاطلاع على الواقع وفي كيفية اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكننا جميعا من الحد من الانتشار ومن تقليل انتشار الوباء، خاصة وأن الأسابيع السابقة قد رافقها فترة عيد الأضحية المبارك، وكذلك إجراءات السماح بالبصات، حركة البصات السفرية، وكذلك دخول عدد من المواطنين وفتح المطارات والمعابر وما إلى ذلك. في تقديرنا إنه هذا التقرير يكتسب أهمية خاصة لأنه تقرير شامل ولأنه يغطي فترة عدة أسابيع سابقة، ويعطي بعض المؤشرات التي يمكن أن نطلع عليها من خلال هذا التقرير. الدكتور منتصر محمد عثمان من إدارة الوبائيات بوزارة الصحة مشكورا سوف يقدم لكم هذا التقرير الهام، فليتفضل. بسم الله، شكرا جزيلا غرف التاور. أقدم لكم الوضع الوبائي في السودان وعموما عالميا. نبدأ بالسودان، عندنا حوالي 25500 حالة مشتبهة خلال الفترة من بداية الجائحة. بداية أول حالة في السودان كانت يوم 26 سجلت، حتى الآن يوم 17 الحالات الموجبة منها كانت 12370، 981 منها توفت برحمة مولاه. الولايات المتأثرة الأكثر تأثر الخرطوم، حوالي 72% من الحالات كانت في ولاية الخرطوم، وبعدها ولاية الجزيرة 9%. ده توزيع الحالات بالولايات في السودان. لو لاحظنا الآن ولاية الخرطوم عندها 43 حالة، و25 حالة تسجلت في البحر الأحمر، سجلت برضو 8 حالات في نهر النيل. معظم الولايات الآن بقت تبلغنا تاني بعد فترة بتاعت وقوف، لكن لو عينا لمعدل الإصابة، معدل الإصابة في السودان الآن 28 حالة لكل 100,000. 28 حالة لكل 100,000 ده يعني أقل من 3% من 100. معناته نحن لو دايرين نصل لمرحلة بتاعة الوباء نكون عندنا مناعة جماعية، بنحتاج لأنه يكون عندنا 60 حالة أصيبت من 100 شخص في السودان.
نحن حتى الآن عندنا فقط 28 حالة في كل 100,000 من السكان. يعني هذا إنه حتى إذا افترضنا إنه الحالات الغير ما عندها أعراض هي حوالي 30%، هي ما مسجلة هنا، وكل حالاتنا هي حالات خطيرة اللي هي تطلبت إنها تسجل ترقد بالمستشفيات، فحنضربها في 10 برضو ما حتدينا النسبة العالية. يبقى نحن ستيل عندنا إشكال في إنه ما وصلنا المناعة الجماعية وما حنقدر نصلها بصورة سهلة، فنحتاج إنه نخد حذرنا تماما من ناحية العمل بالاشتراطات الصحية. دي توزيع الحالات بكل الولايات وبنفس الطريقة الوفيات والشفي منهم، والآن حتى الآن هم نشيطين، الحالات النشيطة عندنا حوالي 877 حالة نشيطة في كل الولايات في السودان. ده بنفس الطريقة بيورينا إنه الحالات البلغت وجاية من خارج السودان 64 حالة، الحالات اللي كان عندها علاقة بحالة تانية 4037 حالة، وبنفس الطريقة الحالات وجدت في المجتمع وما وجد لها أي علاقة بحالات أخرى دي أكثر من 8200 حالة. دي معناته عندنا كان وما زال انتشار مجتمعي. نحن البؤرة الوبائية بالنسبة لنا مهم جدا تتحدد على أساس أننا نقدر نسيطر على المرض. فحتى الآن البؤر في بؤر جديدة بتكتشف كل مرة في مناطق، ودي معناها نحن نحتاج أنه نحتاط تماما لعملنا في الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي. لو عينا للحالات هنا في السودان بنشوف الولايات أكثر الولايات المتأثرة، كل الولايات في السودان متأثرة وأكثر الخرطوم الجزيرة. دي بمعدل الإصابة اللي قلنا حالة لكل 100,000، فبنلاحظ أنه هنا الجزيرة وبنفس الطريقة الولايات الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر، لأنه رغم أنه عندهم العدد أقل لكن لأنه عدد السكان هي أقل من الولايات الأخرى بنلاحظ في المعدل الإصابة بقى عالي اللي هي تانية مباشرة بعد الخرطوم. دي المحليات عندنا 136 محلية في السودان مبلغة للحالات، يعني كل المحليات ممكن نقول من 189 عندنا محليات كثيرة جدا مبلغة من كل الولايات. الجدول ده بيورينا الحالات بالأسابيع المبلغة في السودان، حالات الاشتباه المبلغة بالأسابيع. ولو لاحظنا إنه حدث الأسبوع 30 كان المعدل في نزول، وده بيعزى للتطبيق للحظر في كل الولايات ونفس الطريقة تقليل المرور بين الولايات، ده ساعدنا في إنه نقلل تماما من الحالات. لكن بعد ما تم الفتح وبنفس الطريقة فتح المعابر الدولية ده خلى حالات جديدة تظهر، خلى بنفس الطريقة الحالات اللي احنا ما بنشوفها مثلا زي الناس اللي ما عندهم أعراض وهم نشيطين بالذات لأنهم من الشباب، فانتشرت من منطقة لمنطقة، وابتدينا الآن نرصد زيادة من الأسبوع 31 زيادة للحالات. لو عينا الأسبوع 33 728 دي الحالات المشتبهة شبيهة جدا بالحالات المؤكدة اللي هو بنفس الطريقة من الأسبوع 31 32 الأسبوع 33 عمل 323 حالة، يعني ابتدت في تضاعف الحالات، ونتوقع انه برضو الأسبوع 34 بنفس الطريقة يكون فيه تضاعف للحالات. دي بيعني انه نحن محتاجين الحذر التام في التعامل لعدم نشر المرض. كل مواطن بالنسبة لنا هو مسؤول، ومسؤوليته في انه ما ينقل المرض. انا لمن اتبع الاشتراطات الصحية واكون متباعد في مسافة المتر، وبنفس الطريقة لو كان عندي كحة احاول اعطس في
في اليد أو في الكف هنا، دي بتقلل تماما من انتشار المرض. لكن نحن لو ما حافظنا عليها، ما لبسنا الكمامة، ما عملنا التباعد الاجتماعي، الحالات بتاعتنا هتزيد بشكل اضطرادي، زي ما حصل في الأسابيع الأولى اللي انتم شايفينها، الأسابيع الوبائية اللي خلتنا في الأسبوع 21 نسجل 1459 حالة. طيب لو عينا للحالات في العالم، العالم الآن حتى يوم أمس سجل 21,500,000 حالة، منها 770 حوالي 770 وفاة. ولو لاحظنا ليه الجراف ده، هنلاحظ إنه الاتجاه بتاع الجراف ماشي في تصاعد، يعني كل الدول الآن بتسجل في حالات، ونحن عارفين أي دولة إذا ما التزمت في إنها تعمل سيطرة على المرض، دي معناتها بتعني إنه الخطورة في إنها تنقلها لباقي الدول في العالم. يعني نحن ما نقدر نسلم إلا كل الناس، إلا كل الدول تسلم من هذا المرض. في الوقت الحالي بنحتاج لإنه يكون عندنا توجهات في إنه نعمل في بالمسؤولية الفردية في إنه ننقص المرض، على أساس إنه ما نحصل الوضع اللي كنا شايفينه قبل في شهر 4 وشهر 5 وشهر 6. وللأسف الشديد فقدنا ناس من أهلنا، فقدنا ناس من جيراننا، بنفس الطريقة ما دايرين نفقدهم الآن، دايرين نقلل كثير من المرضى، ودي بتحتاج مننا إنه كل زول يكون مسؤول من إنه ما ينقل لغيره. ده بالنسبة للعالم. في جزء من الدول كمصر الآن بنشوف فيها تقليل من الحالات، سيطرة للمرض، لكن بنفس الطريقة بنحتاج من إنه الناس تكون يعني بتتابع بصورة دورية، لأنه إذا ما التزموا الناس بتبقى نفس الإشكال في باقي الدول. عندنا الآن دولة جارة كأثيوبيا الآن بتشهد زيادة مضطردة في الحالات، معناتها العالم لسه يعني جزء من العالم الآن بيسيطر، والجزء الآخر استيل فيه زيادة في الحالات. إذا ما قدرنا كلنا نحن نسيطر على الوضع، معناتها حينتشر، حيواصل الانتشار، وزي ما قلنا ما وصلنا مرحلة بتاعت مناعة جماعية اللي هي على الأقل 60% من الناس يكونوا مصابين، على أساس إنه نقدر نعمل سيطرة على المرض من المناعة الجماعية. لكن إذا دايرين نصل مرحلة زي دي بطريقة، نحن في السودان من الصعب إنه بمؤسساتنا الصحية وبقلة الموارد وقلة الأطباء وقلة الكادر الصحي إنه نقدر نسيطر ونقدر نعالج كل الناس، يعني أكيد حيكون فيها فقد كبير. فدي بتحتاج مننا إنه نكون أكثر تريس في التعامل. عندنا تاني من الدول الآن اللي بتسجل حالات كثيرة اللي هي الهند. الهند فيها انتشار، وبيوضح لكم الآن إنه الانتشار كان عندهم الحظر، كان واضح جدا، وبعد ما قللوا الحظر وفتحوا سمحوا بالسفر وسمحوا بالدخول، تلاحظ إنه انتشار الحالات، والآن بتسجل حالات كثيرة أكثر من 60,000 في اليوم. ده انتشار المرض بالأسبوع في كل العالم بالأقاليم اللي هي دي كلها من منظمة الصحة العالمية. الأقاليم اللي هي أمريكا وأوروبا ودول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. لو لاحظتوا أمريكا هي أكثر الأقاليم تسجيلا للمرض. نحن عندنا برضو في الشرق الأوسط اللي هي بالأخضر الفاتح بتديك القراية، اللي هي نوعا ما كان في سيطرة وابتدى برضو في زيادات، لأنه دولة زي العراق الآن برضو عندها تسجيل لحالات زايدة، وجزء من الدول الأخرى في الشرق الأوسط. طيب دي الحالات الوفيات عندنا في السودان لو لاحظتوا بالولايات، ودي بتعني مننا إنه نحن فقدنا ناس
في مناطقنا لأنه في كوادر أقل، في عدم استعداد. دي بتحتاج، لأنه في بداية المرض كان كل العالم ما عارف العلاج القياسي الممكن يقلل لنا من الوفيات. شوية شوية الآن ابتدينا نكتشف في علاجات، لكن العالم ابتدى يكتشف في علاجات، لكنه الآن برضو ما ممكن نقول إنها فعالة لكل المرضى. حتى الآن عندنا نسبة وفيات عالية. نحن في السودان الآن عندنا نسبة الوفاة 8%، يعني من كل 100 حالة بنفقد 8 للأسف الشديد. دي بتدينا المعدل بتاع الوفيات لكل أسبوع من الأسبوع 11. بلاحظ أنه في البدايات لأنه لسه الاستعدادات ما كانت بالصورة الكبيرة وما كل الولايات جاهزة، كان عندنا نسبة وفيات عالية 17%، وزادت حتى 20% في الأسبوع 16 وابتدت تقل. لكن بنفس الطريقة دي ما بتعني أنه نحن الآن في مأمن، لأنه ستيل نحن